اللقب الرابع للمان هذا السيزون او الثالث والتريبليتا للبارسا بعد الليغا وبعد الكوبا ديل ري. الصحف الأوروبية كبرها هذا المساء كل بلغته عنوان النهائي الكبير. لا غازيتا ديلو سبورت قالت روما كادا دي باسيوني اللورا دي بارسا مانشستر تعيش جو من الحماس الغير عادي. أما جريدة ليكيب الفرنسية بعنوان مبسط لكن كم هو رائع وكبير ومفيد، رونالدو وميسي، رونالدو أو ميسي. أما الإسبان والموندو ديبورتيفو قريبة من أواسط الكتالونيين فعنوان ديز دي روما يعني من روما فاموس أبور التريبليتي يعني ذاهبين نحو الثلاثية إلى الثلاثية من أجل الثلاثية. واكتب عندك في التاريخ سيلعب من أجل النار مثلث برمودا. فالسار والمانشستراوية قالوا فيها خير وقالوا والله لنلعب بالأبيض يا جولدن بوي. لوين روني أكثر من ركض في ملعب الشامبيونز ليج من بوابة فالديز يضرب رونالدو مش ممكن الهدف رفيع. الله يا يونايتد، الله يا يونايتد، الله يا يونايتد من الاسم كريستيانو. أوروبا في بطولة أوروبا من عام 56 رونالدو يصنع في يوم كبير كريستيانو فورمة كبيرة. رونالدو، رونالدو أو ميسي من أجل الرباعية من خلال أمجد الكوس الشامبيونز. رونالدو ولد يا ولد يا ولد كل الكلام اللي قلنا فيك شوية جديد مع المال العام الثاني يتقدم الإسبان يمشي الدو أو الهجوم صامولي الدو بهدف. الله يا بارسا، الله 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 صامولي الدو فيه ارفع راسك يا كاميروني الماما أفريكا. صامولي الدو من أول كورة عقبهم، من أول كورة لونها، من أول كورة لونها بألوان الكاتالونيا. مش ممكن يا إيتو هدفي نهائي السندوري على الكرس وهدف الليل الأولمبيكو على المان. نعم أموال إيتو فيز يا حباب التشجيل شوف كبير أمسى إنيستا، إنيستا إيتو، إيتو في الجول، إيتو في المرمى، إيتو في الشبكة. ركنية للبارسا يمشي بالكرة تشافي خطيرة جدا للثاني مقطوعة مرة أولى تمشي مرة ثانية. رونالدو يمر كريستيانو رونالدو يتعدى الدون يمشي بخطة بكر يمشي بخطة وكر الصفر على بيكيه. السرعة المان تو مان ولا واحد يقدر على كريستيانو. كرة خطيرة على البارسا إكس ورونالدو أربع أهداف في دوري الأبطال هذا العام. ولد البرتغالي يمشي الرانجيز خطيرة لك عالية. إذا كرة تضيع من اللاعب الويلزي انتلاق الإمكانية لهجوم تشافي فرصة خطيرة ورائعة جدا. هذا ميسي، هذا ميسي، أوه نعم هذا ميسي ليس تشافي. هذه ضربته، هذه قدراته. ميسي روتشي ممتاز 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 لكن حسب الفضل كورة كانت خطيرة للمانيا. نعم فيكتور ممتاز على جيتس. رونالدو، رونالدو يمر، رونالدو يصد جديدة أخرى من كريستيانو يمشي كرة ركنية الراسية لمن؟ ولكن الكرة برا ورونالدو مش ممكن. رونالدو مرة أخرى سيلفينو يدخل بالكرة الآن هجمة ممتازة جدا عن طريق تيري أوريه والحكم يكون خطأ ما يعطيش الأولوية الحكم السويسري ماسيمو بوساكا ويكون خطأ في موقع مناسب جدا لليونيل ميسي. صوت واحد يقول بكل لغات الدنيا الله يقرب البعيد في كرة من تشافي. تشافي ممتازة قريبة الله يا تشافي. تشافي هرنانديز كاد يا محلي اربح نادي اياكس تمشي كرة خطيرة قد تكون موعد لثاني الاهداف بكرة خطيرة. نيستا الممتاز يمشي لميسي، ميسي تمريرة رجعت ضيع كرة لباتريس افرا شوف بعدها تمشي الكرة مش ممكن تمسكهم مش ممكن تمسكهم. لعب بلاي ستيشن كرات بلاي ستيشن عن طريق ميسي عندك هذا وتخسر عندك هذا وتخسر مش ممكن يبني السافيرة ماسيمو بوساكا شوت لي برشلونة هدف من توقيع إيتو في الدقيقة العاشرة من الفريق اليوغوسلافي إستياوا دي بوخارست هرب تيري غزال الأسمر المدمر والله الثاني الثاني ضيعها ضيع ضربة القاضية ضيع ضربات القلعة مش ممكن يا تيري هذه الكاو هجوم في تاريخ الشامبيونز رعب
رعب رعب. واتهمتموني بالانحياز لان البارسا لم يقم باتاك. اليوم اشوف فيا وبانني كاتالوني يا ميسي. انا لا هذا ولا ذاك، الريتم هو اللي يقع، لذلك ممكن تتهمونني ضد نفسه. الابداع هو اللي يفرض تقلب اسلوب الهجوم. يتقدم البارسا الثاني مانشستر في دقائق، لم يخرج منها بيس يونايتد لانه كوره في خطا في مقتل. السيكوندو بلغه الاسبان السيكوندو. كيف ستمر تشافي مع ميسي الى عنوان الدخله فراح؟ تشافي صدد مانشستر، ستبقى يا مانشستر. الله على كره القائم تبقى. وخذوها من مصطفى كامل، لا ياس مع الحياه والتعود، لا ياس مع الحياه اليونايتد، لا يأس مع الحياة. تعادل مرة ثانية، اشحنهم مليح المدرب بيب جوارديولا. حب تربح مانشستر يلزم تتفوق عليه. ان كونتران سيضرب سيضرب اضرب ضربة خطيرة. وين روني؟ اوه يا وين، اين السرعة يا روني؟ اين المنام يا جولدن؟ مانشستر كرة عرضية الحل، واحدة منها واحدة منها روني، اصنع ركنية. هذا هو حلك يا مانشستر، هذا هو طريقك يا روني، هذه هي امكانياتك يا يونايتد. داري داري سيركنها على طريقة الهايبوري، سيحاول الركن يرها ولكن موجود ادوين فان دير سار. هذا المهم، هذا اللي ينفع، هذا اللي يصلح الان لمانشستر. خالدو وعقد الاسبان تتواصل، وبرتوكيز لا كرة اصفر ممكن للاعب يحكي مع الجار البرتغال في الحلول من الفترة. يمشي كرة طويلة خلف دار الدفاع، وقف السعيد لاتاك بكرة خطيرة. رصاصة الثاني، رصاصة الرحمة من ميسي، رصاصة الرحمة من ميسي. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، ستسأل عنها المرمى وكل الأركان، ستقر على أنها كرة الفنان. بصمة على شبيه كل برشلوني عاشق في هذا الزمان. انتهت المعركة، انتهت الحكاية في الدقيقة 70 لعيد الأولمبيكو 70 من الثانية. ليونيل ميسي، ليونيل تشي جيفارا. شوف الكرة، شوف الراس، شوف الهدف، شوف الفرصة. هدفين للسفر انفلونسا كان في كرة القدم. الأول سجل رونالدو، رونالدو يضيع، رونالدو يضيع، رونالدو لا يفتح الأبواب. يتقدم للثالث عن طريق اللعب جوارديولا. رونالدو في خطأ، رونالدو في خطأ. نعم فاول، فاول وبيكارت أصبح. ماسيمو بوساكا بعد 92 في ويمبلي، بعد 2006 في سان دوني. أجواء كبيرة في نهائي يلعب في مانشستر 10 دقائق. منعرج المباراة الكرة في الدقيقة الأولى، عالمي لكرة القدم. ما فيش مستحيل يا رونالدو. الحرب المتواصلة بين رونالدو وكارلوس بويول، حرب بين رونالدو وبويول. صحيفة ليكيب الفرنسية، الآن البارسا تفوق وفاز بجدارة الآن. والثالث روني يلعب الكرة الانتقالية خطيرة الراسية، البارسا والبطل على الثالث ممكن، على الثالث ممكن. بيرو كريا يقول بوساكا لميسي، ستبقون معنا من أجل البروتوكول الختامي. تاج في اللايف في المباشر، مرة نرى هذه الصورة. ألغي اسم مانشستر، اسم جديد لسيد أوروبا، لزعيم أوروبا، إف سي بارسلونا. مبروك البارسا في العشرة إيتو، في السبعين ميسي. هارتك يا إدوين، هارتك يا رونالدو، هارتك يا كاريك، هارتك يا مانشستر. شوف الروح الرياضية، اعتراف البطل السابق للبطل الجديد، اعتراف المانشستر للفريق البطل بجدارة برشلونة. في الصورة وعلى الشاشة ليلقي بالتهاني كرة بين التيفز، الصورة مع فيرباتوف وغوارديولا بعد لقطة الهيتين. اكتب وانقش ايها الرسام، اكتب وانقش ايها النحات، لويفا الشامبيونز ليج. برشلونة هو البطل، سجل 32 هدف. اهداف الفريق انتصر سبع مباريات، تعادل في خمسة، سالمة عقول الملايين. لويفا شامبيونز ليج، لا كوب دوروب، لويفا شامبيونز ليج، دوري ابطال اوروبا، لا ليغا دي كامبيونس، لا ليغا دي كامبيوني. بكل لغات العالم ارفعوها، هللوا بها، افرحوا بها.
فيل كاتالان فيل بلوغرانا يا بلاتيني بلاتيني 25 سنة بعد ما رفعت كأس بويون ارفع يا كارلس ارفع يا بويون ليلة وفي يوم في لحظة يعتز الكتالوني أكثر بانتمائه سأقول عنك بالكتالان ارفع يا بويون ارفع يا بويون هكذا رفع الصفار يوم 2009 في ذكرى برشلونة في هدف ميسي في تألق الكتالان لم يسرق برشلونة اللقب مبروك لبرشلونة تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.